اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. فوز النادي الاهلي في اولى مبارياته في دوري المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا، فوز اول من اربع سنوات. لم يحدث انفاز النادي الاهلي على او في افتتاح دوري المجموعات. اذا يفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء، وكان من الممكن ان تكون اهداف اكتر من كده. هنتكلم عن كل المباراه. الهدف الأول في الدقيقة 65 من ناصر ماهر، أحرز هدف المباراة الأول ناصر ماهر في الدقيقة 65، ثم علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 79. أضاع نجوم النادي الأهلي الكثير والكثير من الأهداف، ولكن يظل محمد الشناوي هو أو لقطة محمد الشناوي في إبعاد هدف التعادل لصالح فيتا هي اللقطة الأبرز في هذه المباراة. خلينا بس ألف مبروك يا كابتن ماهر. 3